في هذا المساء المبارك، مساء الجمعة العظيمة، نجتمع معا لنتأمل سر آلام السيد المسيح من خلال الموسيقى، ألحانا تجمع إرثا مشرقيا حاملا أصالة وتجدد. هذا ما أراده مهرجان الموسيقى المقدسة بيروت ترتل الذي تنظمه شركة سوليدير في محطته الوحيدة في أسبوع الآلام، فيطل علينا بمرنمة ملأت مسيرتها بأبحاث في الموسيقى السريانية المارونية، يرافقها عبر صلوات وتأملات الأب جورج كرباش الراهب اللبناني أستاذ الفلسفة واللاهوت الذي أغنى ثقافة مجتمعنا بأبحاثه ومؤلفاته ليضيء بالكلمة نواحي الحقيقة فينا ويعطينا اليوم ما يكمن فيه عمق الكيان من علاقة بالله نبعاً لا تنضب مياهه. حضورنا هذا المساء مع الموسيقيين والجوقة بقيادة الأب توفيق معتوق ليس إلا انحناء أمام عظمة هذا اليوم المقدس الذي سترتل فيه بيروت من كنيسة مارلييس. بإيمان وورع المجد والآلام وقيامة المسيح مع غادة شبير. إخوتي، حفاظاً على جو الصلاة، رح نطلب منكم أنه بكل الأمسية ما تزقفوا وتصلوا معنا، لأن الصلاة حيكون فيها ترتيل وتأملات. Yeah.
صلبتموني يا عريان.
بستان الزيتون، ووصلوا إلى ضيعة اسمها جتسمانية. هذه المرة لم يقل وصل يسوع وتلاميذه، بل وصلوا وكأنهم سواء، ويسوع لم يفرق ذاته عن رسله. وكلمة جتسمانية تعني معصرة الزيتون بالأرامية. هناك
ابتعد يسوع عنهم للصلاة. دخل بستان الزيتون منفرداً وجعل يشعر بالرهبة والكآبة. استعظم الموقف واعتراه شعور بالخوف والتلبك، إذ معنى الرهبة يعبر عن حالة نفسية وقلق واضطراب تطال الطبيعة البشرية وما تحمله في طياتها من يأس وضياع وحيرة وتخوف تدفع به إلى القول نفسي حزينة حتى الموت. مستعينا بهذا التعبير الكتابي كي يظهر إلى أي مدى ذهبت به الكآبة حتى لكادت تذيقه الموت قبل أن يموت. مع تلاميذه يستأنس بوجودهم وفي وطنه وقد جال فيه، يشفي المرضى وينطق البكمة ويعطي العميان البصر والمخلعين القوة ويقيم الموتى. هذه كلها محت في تلك الليلة، فتمرد الظلام وتكاثف، فما كان من يسوع إلا أن انكب على الأرض وأخذ يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. في هذه اللوحة انكب على الأرض نتصور حركة الجسد، فنرى فيها صلاة بحد ذاتها، سجودا عفويا، انبطاحا مرفرفا من فوق، متعاليا متساميا، يغيب عنا صورة التعفر بالتراب. هو العلي الذي هبط إلى بشريتنا ومنها ومن ملامسة أرضنا من القوى المنهكة، من الانهيار، من انعدام المقدرة على الوقوف، من طلب الاستغاثة كي تعبر عنه هذه الكأس. من هذه تشرق استفاقة متلألئة وصحوة تتحدى الأزمات والضيقات والضعف والوجع والمرارة، استفاقة وصحوة ترفعنا نحو السماء لتكن مشيئتك. وعاد يسوع إلى تلاميذه 3 مرات فوجدهم نائمين، لقد استسلموا للتعب والنعاس وغابت عنهم الشجاعة، فلم يدركوا خطورة ما سوف يحصل فناموا. الجسد يتعب، يجوع، يعطش، يتوجع، يتراجع، يختبئ بضعفه، يستكين، يخلد إلى النوم، يغمض عينيه، إنه تراب. في هذه اللوحة يسوع في بستان الزيتون ندرك حقيقة واضحة كعين الشمس ترمز إلى وحداويتنا في الأوقات الصعبة، والله وحده المرتجى، وإنما نتعرض له من حالة نفسية تبلبلنا ومن اجتياح مشاعر تعذبنا وتدخلنا إلى بستان الزيتون في ليلة آلام معتمة وتعصرنا كما في المعصرة في الجتسمانية في تلك الآونة التي نرى فيها ذاتنا وحيدة منفردة معزولة لا يفيدها إلا حضور الله في حناياها والصلاة التي تنفض عنا غراب التراب الذي يحاول أن يجعل أعيننا ثقيلة وهمتنا بليدة وأيدينا مرتخية وعقولنا بدون رؤية وقلوبنا متحجرة وإرادتنا متهاونة وذاكرتنا فارغة. بالصلاة ننهض ونسهر ونتأمل ونفكر كي لا يحولنا الجسد إلى تراب، بل أن تقوي الروح كي تحولنا إلى الاستقواء على الجسد وعلى ما نحن عليه. نتروحا فلنستيقظ ونعي ونفهم أين نحن، من نكون، إلى أين نحن ذاهبون، فنجعل في أنفسنا مناعة لا تنهار وقوة لا تتزعزع. نجعل من حياتنا حياة
أبواب الجحيم لا تقوى عليها، وهجمات الشر لا تنال منها. نفرح ونحن في بستان الزيتون وفي ليلة الآلام، لأننا لا نريد أن ننام ولا نريد أن نذهب إلى حيث لا نعلم. آمين. فوق الصليب تراب الأكوان، سر رهيب سر فادي الإنسان، حبه دم يراق قلبه ماء يدفق. يا للحب الغريب حب الفادي العشيق. قيصولي ويلي ومن جتشان دا علي صلبوي او مراد بريوتو ضبمة روما طارو ربيان وهو الدريف وروعو بيشو برمتو باي ضبع انطيه ونويو ولصانو ما سر النجاة كيف لم رب الحياة كيف لم يعبدوا أنت الحق فملأ قلبنا نور الحق نور دربنا في الحياة والممات هبنا حسن الثبات. رب يسوع أنت الفادي الحبيب أنت المرفوع فوق قد سوقيت خلا ومرا وراضيت بالصلب حرا ضم ربي يديك واجتذبنا إليك.
كئيب وبصيرة الشمس مرخا عليها ظلام رهيب وأرض المظالم يشتد ويها عليها الصليب خفقيها هدير مريب تحث الفجيعة خطو الحنان إلى صخرة الدم دنت ثم مالت بعطفة وقليلة كوب سملي الهوت قاطر طوق الملكي وقرو محوطر علي
في البيت صلي. قالت اذهب بالسلام وليهد الرب خلاك يرضى عنك والغلام يقبل قربان دعاك. أيها الأب أرجعت إسحاق حيا للأم وابنك الحي جرعت كأس الموت موت الدم. يا من علقت حرا علمنا ذاك البر. يا قلب الفادي المفتوح فيك نعبد السر الآب لنا والروح. القبض على يسوع وفي الحال فيما هو يتكلم وصل يهوذا أحد الاثني عشر ومعه جمع يحملون السيوف والعصية من قبل الأحبار والشيوخ. يهوذا الرسول تلميذ صديق والشاهد على ما أتى يسوع من معجزات ومن عجائب يتقدم حاملي السيوف والعصي، أناس شحنهم الأحبار والكتبة والشيوخ بعدائية هستيرية. هؤلاء أغروا يهوذا وأقنعوه ورشوه فارتشى، وهو من المقربين من يسوع من المختارين والمميزين. كل ذلك لم يمنعه من أن يتحول إلى خائن، إلى أداة رخيصة بين أيدي المجلس الأعلى، فقبض منهم الثلاثين من الفضة ثمن دم بريء، ثمن ألوهة تجسدت لأجل الخلاص، خلاص الإنسانية، فصمم بأن تكون القبلة العلامة التي يعطيها للأزلام، قبلة يطبعها على جبين الرب يسوع ليحول القبلة التي ترمز إلى الصداقة والتفاهم والمصالحة والاشتياق إلى علامة غدر. فعلى شفاه يهوذا تدنست القبلة وبقيت طاهرة في ضمير يسوع. إن الخيانة انقلاب على المصالحة والصداقة والحق، إنها تنكر لمساحات التعاون والأخوة، إنها لحظة مريرة مسمومة، بل إنها المرارة بالذات. فعندما يصبح العظماء بدون عظمة والزعماء بدون زعامة والأبطال بدون بطولات وجماعة القديسين ربما بدون قداسة، عندما يتخلى المسؤول عن الشعور بالمسؤولية ويستقيل الأهل من حضورهم ويطفئ حنانهم ويغيب فلا يبقى لهم أي حضور، كما الواقع الذي نعاني منه آنذاك، يتم القبض علينا وندخل إلى السجن في أعماقنا ونتلهى بالاستماع إلى الضوضاء والضجيج والزعيق والصراخ، وكأن في تلك طريقاً إلى الخلاص أو نوراً للعقل أو التفاتة إلى قيم. نتيجة لهذه الحالة السيئة يتفشى الخوف والشك والحسابات كلها أو بأغلبيتها تصبح خاطئة، والتصرفات تبدو مستهجنة حتى التعهر. فلا بد لنا من الرجوع إلى أنفسنا لنترسخ في جوهرنا، لأن النور نور والظلمة ظلمة
والبراءة لا تبدلها الأحكام الظالمة، والحق لا يمحوه الطغيان، والمحبة تستوعب والعداوة تنتحر. إنها حقائق الوجود الذي لا يتلون ولا يتزيف ولا يتبدل ولا يتغير. هذا هو بناء الذات من الداخل، فلا تخاف ولا تتراجع ولا يقترب منها اليأس. وإن امتلأ العالم من المجالس العليا ومن حاملي السيوف والعصي ومن أمثال يهوذا، لأن قناعتنا قائمة على قول الرب: إن مملكتي ليست في هذا العالم، وليس لنا هنا على الأرض مدينة ثابتة. نرجع إلى أنفسنا، نتفقدها، نحاصر فيها التزلم ورفض الآخر والإسخريوطية، لكي نستظل التروي والسلام والطمأنينة. آمين. الذي علق
على المياه. محاكمة يسوع وساق يسوع إلى عظيم الأحبار، فاجتمع الأحبار والشيوخ والكتبة، أتوا بيسوع إلى محكمة المجلس الأعلى، قوامه عظيم الأحبار والكتبة والشيوخ. انسلى بطرس إلى الدار وراح يستدفئ قرب النار، فحدقت إليه خادمة وقالت له: أنت أيضاً كنت مع يسوع. فأنكر، تلعثم وأبدى تعجباً كمن يتلافى أن يقع في ورطة. كان بإمكانه أن يهرب فلم يفعل، كان بإمكانه أن يدافع عن يسوع فلم يفعل، بقي حائراً إلى أن اتهم ثانية وثالثة. حينها لعن وحلف وأصر على نكرانه، فصاح الديك وتبددت ادعاءات هامة الرسل، فتذكر وانهار باكياً. المجلس الأعلى، استنطق يسوع الذي تعرض لصفعة من أحد حراس هذا المجلس، لأنه أي يسوع كان واضحاً صادقاً رافضاً الحوار مع قيافة،
فأرسله هذا الأخير إلى حنان موثقا. وعندما يقيد الإنسان تنهال عليه الضربات من كل صوب، والإهانات من كل ناحية، والتجنيات والاحتقارات، وصولا إلى الحكم بالموت قبل أن يكتشف الأسباب الموجبة لهذه التصرفات ولمثل هذه الأحكام. اتهموه بأنه القائل يهدم الهيكل ويبنيه في 3 أيام. توقفوا عند هذه التهمة، فصح ما تنبأ به عليهم: لهم أعين ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون، وألسنة فيحتلون على الحقيقة، وعقول فلا يدركون، وقلوب نشفها الحقد يدعون الإيمان ولم يبق من إيمانهم إلا القشور والطقوس. خزنوا الخيرات والأموال لأجل إشباع شهواتهم ونهمهم. كانوا يريدون مسيحاً يخدم مصالحهم ويمشي على خطواتهم ويبارك شواذاتهم ويقبل بشعوذاتهم. كانوا يريدون مسيحاً يطرد الرومان ليتربعوا مكانهم. كانوا يحلمون بمسيح يغدق عليهم التبجيل، فإذا به يفاجئهم بقول: يا نسل الأفاعي، ويسقط شريعة العين بالعين والسن بالسن، ويوجز الصدق بكلمتين: نعم ولا، لا تدينوا فتدانوا، والكبير فيكم فليكن لكم خادمة. انتظروه عظيما على مستوى العظمة الهشة الزائفة والزائلة، لذا حكموا عليه بالموت ولجأوا إلى القائد الروماني لينفذ دون استفسار ولا استجواب: إنه متهم بهدم الهيكل. في هذه العشية ندخل إلى هياكل أنفسنا كي نطرد منها مشاعر الصيرفة وباعة الحمام والصغائر ومجمل مصنوعات أيدينا، لنجعل منها هياكل للروح غير مصنوعة من الحجارة والأيدي. لما الهياكل إذا أصبحت صقيعاً وتباهياً وجموداً وأفرغت من الروحانية والقداسة والتوبة والرجوع إلى الله؟ أي معنى للهياكل إذا هجرها الله؟ يسوع أرادنا هياكل حية. هل لا تخلينا عن إنساننا الحتيق لنولد كل يوم من جديد بعقول مستنيرة وقلوب جديدة كي نشعر بالانتصار العظيم، الانتصار على مشاعر الموت في حقيقة القيامة، غير آبهين لما يعترضنا من نكران ووقوف أمام المحاكم والإدانات والتهم، ولا بما ينتابنا من حزن ووجع كي ننعم بسلام داخلي لا قوة لأحد أن ينتزعه منا، ولكي ترتسم على شفاهنا بسمة التفاهم، ونخضع كل كلمة لمعيار الصدق والاستقامة والاحترام العميق، وأمتنع عن الحكم وعن الأحكام، وألتزم بمحاكمة ذاتي وبقبول ذاتي، ليسهل علي آنذاك أن أتصالح مع قريبي وأن أكون قريبا من الله. فمن أعلى صليبك أسمعنا غفرانك، اغفر لهم يا أبتاه. آمين. Thank you.
Oh.
فليكن موت حياة you
تجلى مجده فوق الصليب. الأجيال كلها